معانا يا جماعة حالة حسن جاي لنا من السودان. ما شاء الله كان عنده حاجة اسمها بريكير بريكسس انجري، اللي هو في حاجة. انت ايه اللي وقع عليك؟ ايه اللي حصل لك؟ الحادثة حجر وقع عليه، عمل له قطع او كدمة شديدة بمعنى اصح على البريكير بريكسس العصب اللي مسؤول عن حركة الدراع كلها. عمل له شلل كامل في الدراع، وانا بكشف كان دراعه سايب خالص. قلت لك في الكشف ارميه كتر ما هو مفيش اي يا جماعه حركه. احنا دي الجلسه رقم 7 ما شاء الله. احنا في الجلسه 7، احنا كنا بنعمل له جلسه كل يوم عشان التئام العصب باجهزه بتشتغل على التئام العصب، اجهزه من امريكا واجهزه من ايطاليا تشتغل على الدوره الدمويه وعلى التئام الدوره الدمويه الدقيقه لجهازي العصب وعلى التئام العصب، مع جلسه تنبيه للعضلات بتاعه ايده كلها مع تمارين. الحمد لله وصلنا لنتيجه يعني انا ما تخيلتهاش في 7 ايام يا جماعه. يعني انا نفسي متفاجئه. احنا طبعا وكنا بنعمل معاهم حقن ايوني، ده جهاز امريكي بنحط فيه علاج مضاد للالتهاب بتاع العصب، بحيث ان احنا نسرع الهيلينج بتاع الهيلينج يعني الالتئام بتاع العصب. هوريكم المفاجاه يا جماعه. الايد كانت في حاله شلل كامل، وطبعا دي ايده اليمين اللي بيكتب بيها وبيعمل بيها كل حاجه كانت مش شغاله. هنوريكم ان هو ارفع. يلا يا حسن بقى وري الناس كده عشان تلبسوا بيك. ما شاء الله يا جماعه انتوا مش متخيلين. ما كانش في اي حاجه. ارفع للجنب، هنشغل كل العضلات قدامكم. اقفل ايدك تمام. افتح. جماعه دي كانت كومبليتلي بارالايزد، يعني مشلوله تماما. الجميل بقى ان احنا بدانا من يومين ثلاثه ان احنا ندي كمان مقاومات. يلا نرفع ايدينا يا جماعه. العصب حصل له التئام كامل وبيرفع ايديه. ما شاء الله، الله اكبر، ما شاء الله، اللهم بارك، من غير يعني بمقاومه. يلا يا حسن. ما شاء الله ما شاء الله. الجديد بقى واللي بسطني جدا جدا انه بقى بيكتب بيها يا جماعه. من شلل كامل بفضل الله في 7 جلسات معانا، شلل كامل في دراعه بسبب اصابه في العصب المسؤول عن حركات الدراع كلها. يلا بقى هنكتب. نزوم الكاميرا علينا يا دكتور محمد. يا جماعه بصوا بيكتب وما شاء الله متحكم، الله اكبر بالقلم. يعني انتوا شايفين يا جماعه ما شاء الله خطه حلو ازاي. يعني بجد انا مبسوطه منك ويعني فخوره بيك وكل حاجه. شايفين خطه حلو ومتحكم في القلم. ايديه كانت حاله شلل كامل. الحمد لله لما جه اتعالج بدري لحقنا العصب، حصل له العصب متغطي بطبقه اسمها الميالين، حصل لها ريمايلينيشن طبعا، وبدات العصب يستجيب معانا بالطريقه دي. عملنا اجهزه بتحسن الدورة الدموية الدقيقة مع جلسة تمرينات، مع جلسة أجهزة لتنبيه الأعصاب وتنبيه العضلات، سواء العضلات الكبيرة أو العضلات الصغيرة. حسن أنا أنت بجد يعني ما شاء الله عليك بجد. إحنا بقى فاضل يا جماعة نعمله دلوقتي. تعالى اوريهم بقى كتب قل هو الله احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. مش عارفه اقول ايه. انا مبسوطه الحمد لله. انا والله يا جماعه لما العيال بيخف، يعني انا ولد في سنه، انا كنت زعلانه ان ايديه اليمين يعني شلل كامل في 7 جلسات. احنا تقريبا خفينا يا جماعه ما شاء الله، بس مش هنسيبك احنا مكملين لحد ما تبقى زي الفل. طيب احنا النهارده عندنا جلسه الحقن الايوني. هنبدا نحط على العصب. بريكير بريكسس ده يا جماعه طالع من هنا، هو مسؤول عن حركه العصب، اعصاب الايد كلها، اللي هو في درجات منه صغيره. يعني ده البريكير بريكسس كله اللي حصل فيه التروما، المشكله
في الكلامبكس باراليسيس بيبقى اقل منه، وفي في الاربس اللي هو الشلل القربي اقل منه شويه، يعني ده اصعب انواع الشلل اللي ممكن تصيب الدراع. يعني الحمد لله ان هو عدى منها، وان هو توجه للعلاج بدري، وان هو توجه في مكان متخصص علاج طبيعي مخ واعصاب، فرق معاه كتير جدا. انا حاطه له هنا ده ماده مضاده للالتهاب عشان نحسن الالتئام بتاع العصب ونشيل الالتهابات بتاعه العصب في اسرع وقت. ندخلها. هتعمل كل الستبس قدامكم زي ما انتوا شايفين. انتوا عارفين ان انا بحب اعمل كل حاجه لايف علشان المصداقية بتاعتنا. قدامكم نوريكم قدام العيان، وبنصور لكم العيانين لايف عشان تشوفوا الحالات بنفسكم. انت ايه رأيك؟ انت ايه رأيك؟ المهم انت مبسوط يا حسن؟ كنت متوقع النتيجة السريعة دي؟ وكان جاي لنا مكتئب، ما كملش فيه الضحكه الحلوه دي ولف لفه كتيره يا جماعه برضو لحد الحمد لله ما ربنا وفقه وجه عندنا واستجاب، مش كده يا حسن؟ الحمد لله، الشفا يا رب. ادينا له الدواء، وده علشان يحصل التئام للعصب بسرعه. احنا هنا في مركز دكتوره رئيس سيد عبد العليم، استشاري دكتوراه العلاج الطبيعي لامراض المخ والاعصاب. يا رب يشفي كل مرضانا يا رب، ويقوموا بالف سلامه، ونوصل معاهم دايما لاحسن النتائج. في حاله حسن يا جماعه اللي هو كان عنده بريكير بلكسس انجري، وقعت عليه طوبه زي ما قلنا، عملت له مشكله في العصب اللي هو مسؤول عن حركه الدراع اليمين كله، كان جاي بشلل تام. احنا عملنا كام جلسه كده؟ 11 جلسه. بعد 11 جلسه ما شاء الله انا عايزه اوريكم النتيجه. يلا نفس الاختبار اللي احنا عملناه النهارده التقييم بعد 11 جلسه. بصوا يا جماعه المقاومه ما شاء الله. تعالي اطلعوا كده، ما شاء الله اقوى مني. يلا ما شاء الله، الله اكبر. بصوا يا جماعه ما شاء الله العصب اشتغل تاني، والايد كلها بتتحرك. يلا نلعب. ها بس يعني ما شاء الله. بص يا جماعه ما شاء الله من فوق. احنا زورنا لكم المره اللي فاتت وهو بيكتب. يلا اقفل على ايدي، اقفل على ايدي، اقفل، ما تخلينيش اطلعها. خلاص كفايه كده. بص يا جماعه ما شاء الله لا قوه الا بالله. حسن ما شاء الله عليه. انا مش مصدقه بصراحه، اللهم بارك. احنا كنا بنعمل تقييم نشوف هيحتاج تاني ولا لا، فلقيته اقوى مني، فكفايه كده بقى يلعب جيم. ما شاء الله. كان عنده مشكله في البريكيا بليكسس او العصب اللي مسؤول عن حركه الايد كلها، كان عنده شلل تام، والحمد لله بعد 11 جلسه زي ما احنا شايفين خلاص مفيش تجديد لانه